خليني بقى اروح مع حضراتكم لواحد مشهد اخر من مشاهد التغيرات المناخيه. هنروح لنهر التمس. الحقيقه انه ما فيش حد كان يتخيل انه في يوم من الايام انه هذا النهر اللي بيعتبر واحد من اهم معالم بريطانيا يتعرض هو كمان للجفاف، وانه لندن مدينة الضباب تسجل أعلى معدل درجة حرارة في شهر يوليو اللي فات. كنا بنشوف الحقيقة مشاهد للمواطنين هناك، بنشوف في استغراب كبير حقيقة من يعني العالم أجمع عن ارتفاع درجة الحرارة لهذا الحد. سجلت درجات حرارة الحقيقة غير مسبوقة، ده بيعتبر طبعا تأثير مباشر للتغيرات المناخية اللي أثرت بشكل كبير جدا ومباشر زي ما قلت لحضراتكم على المملكة المتحدة. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. جف منبع نهر التايمز الشهير في بريطانيا بعد فترة من الطقس الجاف والارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة، ليضاف إلى قائمة الأنهار الرئيسية والمسطحات المائية في العديد من بلدان العالم التي ضربها الجفاف وموجات الحر غير المسبوقة. منبع نهر التايمز تراجع أكثر من 8 كيلومترات من نقطة البداية الرسمية له في منطقة كامبل أقصى شرق بريطانيا، مع جفاف أجزاء من النهر الشهير في أعقاب موجة حر شديدة أثرت على المنطقة في شهر يوليو الماضي، وسجلت خلالها درجات الحرارة مستويات قياسية في جميع أنحاء أوروبا، وحطمت بريطانيا الرقم القياسي السابق لأعلى حرارة يوم 19 يوليو عند 40.3 درجة مئوية. الجفاف الذي ضرب بريطانيا دفع الحكومة للإعلان عن انتقال 8 أجزاء من إنجلترا إلى حالة الجفاف، مع استمرار انخفاض مستويات المياه في 8 مناطق أبرزهم ديفون وكانت وإيست. ترجع أهمية نهر التايمز في لندن إلى أكثر من 1500 عام، وذلك لكونه يحتوي على أهم الموانئ التي كانت ترسو بها السفن من كافة أنحاء العالم، كما أنه يمر عبر مدن إنجليزية شهيرة أخرى مثل ريدينغ ولندرس وأكسفورد، والتي تعد جميعها من المدن السياحية الهامة في إنجلترا.